فندق مطلي بالذهب، الأبواب والغرف والحمامات والأسقف وغيرها من محتويات الفندق مطلية بالذهب عيار 24. في العاصمة الفيتنامية يقع فندق دولتشي هانوي جولدن ليك، وهو الأول من نوعه في البلاد. الفندق مكون من 260 غرفة، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 200 مليون دولار، وسعر الإقامة في الغرفة 250 دولاراً في الليلة الواحدة. كان هدفنا عندما بنينا هذا الفندق هو أن يتمكن الجميع بمن في ذلك الأشخاص العاديون من الإقامة في هذا الفندق، ولذلك فإن سعر غرفتنا للسنة الأولى هو النصف إذا ما قورنا بالفنادق الفاخرة في هانوي. الفندق المكون من 25 طابقاً يمتلك واجهة مطلية بالذهب أيضاً، ويتوافد عليه السكان والسياح لخوض تجربة مختلفة والاستمتاع بالترف وتجربة حياة الأثرياء. عندما أتيت إلى هنا شعرت كأنني ملك أو فرعون مصر، لم أشعر بهذا قط في أي مكان آخر. هل ترغبون في تجربة الإقامة داخل هذا الفندق الذهبي؟